الله. الظاهر انها محتاجة عشان مسكت خدي. الدبارة دهبت. لازم بقالها زمان متعلقة، على العموم احسن انها وقعت. ليه كده؟ اصل صاحبة الصورة دي محيراني قوي، كل ما اطلع ارتب هنا يتهيألي انها بتبتسمي، اقرب منها الاقيها مقشرة في وشي، مش عارفة ليه. أستاذ، يا أستاذ، ايوه. والنبي احكي لي حبيتها ازاي؟ انت اتجننتي؟ لا، دي هي اللي اتجننت ورمت نفسها من على الحيط. مش هتبطلي شقاوة؟ ها؟ هو كلام عن الحب يبقى شقاوة؟ فيها ايه لما تحكي لي حبيتها ازاي؟ احكي احكي، خلي القعدة تحلو. كده؟ طب ما تحكي لي انت. احكي لك ايه؟ حبيت شريف ولا لسه؟ شريف شاب لطيف ورقيق، لكن انا بحب واحد تاني. مين ده بقى؟ ها؟ واحد استاذ، استاذ في المدرسة. كده؟ وده شكله ايه؟ قدك كده في السن، وحتى في شبه منك. طيب وليه ما رحتيش تقعدي عنده ما دام بتحبوا بعض؟ اصله حب من طرف واحد. الحب من طرف واحد ما بعتبروش حب. خسارة الانسان يرمي ثروة من الاحساسات في التراب. الحب من طرف واحد اسمى انواع الحب. الحب عايز له حب قصاده. الحب يا سلوى زي اي حاجة في الدنيا، اخد وعطا. واللي مش قادر ياخد ما يديش. مش بإيدي. قد كده بتحبيه؟ وأكتر. كان ممكن أعمل إيه؟ تقدر تقولي؟ يعني كنت أروح أقوله الذكية هي اللي تحط الكلمة دي على لسان الراجل وتسيبه هو اللي يقولها. يا ريتني قابلت حضرتك من زمان. ليه؟ أصل حضرتك مجرب وفاهم قوي. يعني لو حضرتك مطرحه إزاي ممكن تقولي بحب؟ مش معقول. لازم نفتري يا سلوى. لازم تمشي. لازم تمشي. أنا إنسان. إنسان. كل شيء انتهى خلاص. طب استنى اوصلك. اشكرك، عارف الطريق. بس لو تفهميني يا سلوى. فات الوقت خلاص. على العموم دي رغبتك وانا بشجعها. ورغبتك قبل ما تكون رغبتي. اللحظة القاسية اللي احنا فيها كان لازم نقابلها دلوقتي او بعدين. ارجو اني اكون ذكرى حلوة في حياتك. عمرك ما هتكوني ذكرى. الذكرى بتيجي على الخاطر من وقت للتاني. لكن انت لا، هتفضلي في خيالي على طول. بملامحك الحلوة دي، بشعرك ده،
بعينيك. ليها تعمل اكتر من كده. الحقيقه كان لازم اوضح لك الموقف يا شريف. البنت دي لا هي قريبتي ولا انا خالها. بنت مسكينه. صدفتها حياه قاسيه. اهلها كلهم ماتوا في بورسعيد. وده اللي خلاني اعطف عليها. علشان ما تتشردش في الشوارع. اظن لاحظت اني كنت محرج لما جيت تطلبها مني. ما كنتش عايزك تتورط في مسائل ترجع تندم عليها بعدين. يا فندم، احب اقول لحضرتك ان اعجابي بالانسه سلوى كان وليد شعور صادق، مش لانها. على العموم دي حاجات كان لازم تعرفها وانت حر. يا فندم انا اظن معاد الاستاذ حسين فكري جه، ويا دوب تقدر تجيبه المحطه. أحسن دلوقتي؟ الحمد لله. غصب عني أنا حياتي كلها مآسي. مرة واحد بيقول للواحد الدنيا كلها مآسي، قال له هو مقاسك كام؟ لو تعرفي قد ايه ابتسامتك حلوه عمرك ما كنت تبكي.
ساعات الدنيا على وسعها هتبقى ضيقة. فظيع اليأس، فظيع. ازاي تحس باليأس وانت أمل؟ أنا أمل. أمل لمين؟ أمل لنفسك، وأمل لإنسان في حاجة للسعادة والبهجة. هو مين الإنسان؟ الإنسان اللي بيحبك من كل قلبه. رايح فين؟ هحضر فطاري. هحضر لك الفطار. خليكي مستريحة. لا أنا الحمد لله بقيت كويسة. بقى أنت تقدر تحضر طبق الفول بالبيت زيي؟ الحقيقة بقى شيء مهم جدا بالنسبة لي. نسيت أقول لك إنه جاي لنا ضيف النهاردة. مين؟ الأستاذ حسين فكري. بتاع المزيكا؟ الملحن. بس على فكرة مش هنقدر نقول له إنك بنت أختي، لأنه عارف العيلة كويس. اتفقت مع شريف إن إحنا نقول إنك موديل. ارحمني. إيه الحكاية دي يا أبو حميد؟ حكاية دي؟ أمال فين عيون دورة اللي كانت في كل طابلو بتعمله؟ أيوة. إيه؟ الأنسة سلوى الموديل. ارحمني. اللهم صل على جمال النبي. اللهم صل على جمال الأستاذ حسين فكري الموسيقار المعروف. دي ايه الطعامة دي يا اخواتي؟ يا اخواتي معلش يا سلوى. يا اخواتي هو دايما كده خلقة ربنا. يا اخواتي كبسة دي كبسة. اهلا اهلا. لكن انا شفت الوش ده فين قبل كده؟ شفته فين؟ والله ما انت فاكر كلت ايه امبارح. مش مهم. اتفضلي اتفضلي. عن اذنكم عشان عندي شغل. النبي ارحمني. يا راجل اثبت. اوعى اوعى. دي يا راجل انت دي مش معقوله ابدا. دي خوخه. دي سيمفونيه بتقول ترليم ترليملم. يا خرابي اتاريك يا اخويا من يوم ما جيت هنا وانت لازق وما بتنزلش البلد ابدا. لا انت رحت بعيد قوي. النبي ايه ابو حميد يعني مفيش حاجه مفيش حب مفيش جو؟ لا مفيش. ابو حميد كنت فاكرني قفل ولا عاوز تستقفلني؟ لا دي ملامح البنت حاططها من الصورة. طب نزلت صورة الدورة ليه؟ الدبارة اتقطعت. والنبي مفيش دبارة تانية؟ مفيش مشبك غزيل؟ يا ابو حميد ارحمني. يا خبر ابيض. ايه ده يا شريف؟